السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموضوع بتاع دلوقتي يا جماعة عن نيرة أشرف الزقازيق اللي ظهرت امبارح، البنت اللي اتقتلت زي نيرة أشرف بالظبط، سلمى يا جماعة، سلمى بهجت طالبة بكلية الإعلام بجامعة الشروق الخاصة اللي قتلها إسلام اللي عنده 22 سنة، اسمه إسلام محمد فتحي، طالب في الفرقة الثالثة إعلام في الزقازيق. اللي حصل إن هما كان بينهم وبين بعض مشروع خطوبة أو كانوا بيحبوا بعض، ففجأة البنت سابته لأنه سلوكه مش كويس، كان بيشرب مخدرات، كان بيعمل حاجات تانية هي ما كانتش حباها، فقالت له يا إسلام أنا مش هينفع أكمل معاك. راح قال لها لا أنا مش هينفع تسيبيني، قالت له لا أنا مش هقدر أكمل معاك تاني، فسابته. الواد بقى توعد لها وراح لها في مكان الشغل بتاعها، هي كانت بتتدرب في جريدة من الجرايد لأن هي طبعا إعلام، في منطقة المنتزه في الزقازيق، في محيط محكمة الزقازيق، في شركة تمويل العقاري هناك، في عمارة اسمها عمارة محجوب. راح وسأل على ميعاد الشغل ومكان الشغل واستناها في مدخل العمارة يا جماعة اللي كانت شغالة فيها. أول ما نزلت كان معاه خنجرين، فضل يضرب فيها 17 طعنة، اداها 17 طعنة، في ناس حاولوا يحشوه ما قدروش عليه، راحوا قفلوا باب العمارة عليه عشان ما يهربش، وراحوا خرجوا برا وسابوا الباب واتصلوا بمركز الشرطة، جه مسكوا. على فكرة يا جماعة الواد وشم صورتها على صدره وكاتب اسمها بالدم على دراعه، قال ايه كان بيحبها. ما احنا بقى نسمع كل يوم واحد بيحب واحدة يقولك اصلا انا كنت بحبها فعشان كده قتلتها. فبيقول للضابط وهو بيمسكه انه هي كانت واخدة منه 50,000 جنيه، وان هو كان بيذاكر لها وكان بينجحها في السنوات بتاعتها. طب هل يعقل البنت التانية او التانية على الدفعة بتاعتها وهو بيعيد السنة يبقى ازاي كان بيذاكر لها وبينجحها؟ طب حتى لو خدت منك 50,000 جنيه ده يحق لك ان انت تمسكها تموتها؟ وكتب لها على الواتس وهددها، كتب لها رسالة وقال لها اتحكي دلوقتي وفرحي ان انت التانية على الدفعة بامتياز، وبالرغم اني كنت مسؤولة عن درجاتك العملي على مدار سنة تالتة ورابعة بس تمام، اتى امر الله فلا تستعجلوه، اقسم بسبع سماوات هزلزل عرش الله بنفسه من بشاعة نهايتك ويومها، وبكل قوة هقول للعالم الان فلتقوموا بالاعدام. يعني الواد يا جماعة سبق ليه وحذرها او سبق ليه وهددها ان هو هيقتلها او ان هو هيعمل كده. طب فين الاهل بقى يا جماعة؟ مش المفروض الاهل البنت تهددت بالمنظر ده على الواتس قدام الناس كلها يروحوا يعملوا محضر للشخصية دي؟ لا يا جماعة، احنا بنسيب البلوى وبعد ما البلوى تحصل نقول يا ريت اللي جرى مكان، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. البنت كانت حافظة كتاب ربنا، متفوقة جدا، كانت راحة تشتغل، كانت في سنة رابعة وتخرجت السنة دي، وكانت هتشتغل وتصرف على نفسها، راح واحد مستهتر يعمل فيها كده. قال إيه كان بيحبها؟ اللي بيحب حد يا جماعة بيتمنى له الخير، بيتمنى له السعادة. طالما خلاص هو مش عايزني زي يعني أنا عايزه هو مش عايزني، أنا أتمنى له السعادة خلاص، ما هي مش عافية. كل بنت هترفض عريس يروح يمسك سكينة ويقتلها؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. مستنيه رأيكم في تعليقات على الفيديو ده، يا رب الفيديو يعجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك والتعليق. أتمنى منكم الدعاء للبنت يا جماعة، إنا لله وإنا إليه راجعون.